أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مجاهر جديد من العراق، الأخ مصطفى. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي مصطفى. أهلا وسهلا بك أخي جان. أهلا وسهلا فيك أخي مصطفى. أخي مصطفى، تعودنا بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، إذا سمحت تفضل. طبعا اسمي مصطفى سهيل نجم من العراق، بغداد، عمري 18 سنة، مواليد سنة 97، أعيش حاليا في ألمانيا. أهلا وسهلا فيك أخي مصطفى، أهلا وسهلا. هو بصراحة يعني أول مرة أظن يعني يكون معنا ملحد بهالسن هذا 18، يعني نعم أشبب واحد. وأهلا وسهلا فيك بشبوبيتك أخي مصطفى، شكرا. أهلا وسهلا فيك أخي مصطفى. يعني بصراحة الناس كتير تتعجب، يعني خصوصا أنه ملحد بهالسن هذا. احكي لنا شوي تربيتك الدينية مثلا من الطفولة، كيف؟ هل آمنت يوم من الأيام؟ شو خلفيتك الدينية؟ هل قصص هاي هيك؟ احكي لنا قصة نعم نعم أول شيء أنا انولدت بعائلة مسلمة شيعية. اها تنشئتي الدينية طبعا أبي مو متدين كثير، بس أمي هي المتدينة، بس ما أجبروا علي أني صوم أو ما أجبروا علي أني أصلي، وكانوا فاتحين لي الباب، يعني فاتحين لي المجال أني أعيش حياتي بطريقة شوي ديمقراطية فيك تقول، وهالطريقة كثير ساعدتني، خصوصا انه ابوي كان يحثني اني اتعلم اكثر واكثر. فانتهى بي الموضوع اني اقرا كتب، اني اراجع مقالات، اني اشاهد افلام وثائقية، بس كحياتي، حياتي اللي عشتها لحد يعني شنو عشتها كلا اكتراثي، لم افكر يوم بموضوع الدين. صحيح في بعض الاحيان يعني دافعت عن الدين في عدة مرات، طبعا كنت مؤمن يعني بفترة، وفترات كنت بتجيني بصير شوية اتعصب للدين، لكن لما كان عمري 17 سنة كنت وقتها في اسطنبول تركيا، وكنت افكر يعني بموضوع الدين. هاي اول مرة لي افكر بموضوع الدين، فكرت مع نفسي، وفي ناس لما بتدخل الالحاد بتدخل عن طريق اول شيء اللادينية، ومن ثم الاغنوستيك، ومن ثم الالحاد، اما انا خرجت من الاسلام الى الالحاد، لانه الامر لا يحتاج الكثير من تفكير، ما يحتاج كثير من الذكاء، الامر بس بده شويه منطقيه لا اكثر ولا اقل. بالضبط بالضبط مصطفى. مصطفى يعني هلا قلت لي انت من شوي انه يعني كنت تتعصب وقت اللي كنت تدافع عن الدين، يعني اذا انت دافعت طبعا عنه مرتين، شو سبب التعصب كان عندك برايك؟ يعني هلا انت ملحد، تنظر للخلف وشوف حالك انت عم تدافع عن الاسلام بتعصب، شو سبب التعصب؟ ما هذا هو البيئة اللي حواليه في المجتمع طبعا، انه انا ومن انا وصغير، خصوصا في سنة 2006 في العراق، يعني واجهنا حرب طائفية، حرب أهلية طائفية مثل اللي صارت بلبنان. فلما تربى بهيك مجتمع بدك تتعصب لطائفتك، انا كنت متعصب لطائفتي اكثر من ما اني متعصب للإسلام. فهالشيء بيجبرك، يعني حتى بعتقد انه حتى على صفحتي الشخصية كان في نقاش بيني وبين سني فلسطيني عن أين هو المذهب الحق. عندما كنت في سن 15 أو 16، فأنت لما بدك تربى بين ميليشيات شيعية طائفية أو تنظيمات سنية إرهابية، فطبعا بدك تتعصب، يعني هي هالشيء أخذته من مجتمعي. طيب يعني شو هي، لوين وصلت لما بالإيمان؟ لوين وصلت بالإيمان بالضبط؟ يعني كيف آمنت؟ أنت قلت لي أنت آمنت في وقت من الأوقات، كيف آمنت؟ وين وصلت لمرحلة الإيمان؟ وين وصلت معك مرحلة الإيمان؟ تفضل. وصلت مرحلة الإيمان معي إنه أؤمن بوجود الله، أؤمن بالأديان، أؤمن بالكتب، أؤمن بالقرآن، مع العلم إنه ختمت القرآن مرتين، ومرتين كانوا في شهر رمضان، وصليت فترة وصمت فترة، بس هاي الفترات أكثرها لما كنت صغير، يعني
عمر 10 سنين إلى 12 سنة. بعد ال 12 سنة تركت الصلاة وعشت حياتي كإنسان عادي بس لا اكترافي. يعني في ناس لما تعيش حياتها بتخاف من شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام. أنا عشت حياتي حسب ما اللي أنا بشوفه منطقي كلا اكترافي، لم أكن أفكر بوجود خالق أو عدم وجوده أو ما هو الذي يريده وما هو الذي لا يريده. عشت حياتي كأي مواطن عادي مثل ما فيك تقول. طيب أنا بدي بس أسألك، لما مثلا كنت تقرأ القرآن، يعني نعم. مثلا تجيك آيات وانكحوا ما طاب لكم، مثلا ضرب الرقاب، وهالآيات اللي بتعرف نعم. نعرفها كلياتنا، يعني أول رد فعلك فيها؟ هي أنا كانت أو يعني تقريبا لما كنت أقرأ القرآن، تعرف إنه أول شيء كنت صغير، ثاني شيء لم أكن أفهم كل الكلمات الموجودة في هذا الكتاب، وثالث شغلة عندما كنت أمر على هذه الآيات لم أكن أفهم معناها، لكني فهمت آية وليست آية، أعتقد أنه حديث، فمن سرق فاقطعوا يده، وهذا كان بداية احتجاجي على الإسلام. واو. هذا كانت بداية احتجاجي على الإسلام، لكن بعد أن قرأت وعرفت وكبرت عرفت معنى ما هي أنكح وما معنى ضرب الرقاب، ما معنى إلى آخره من آيات جرم وقتل، فأدركت أنه مستحيل أنه هذا الكتاب جاي من شيء اسمه خالق عادل. فطبعا أنه بس عشت حالة تناقض. المشكلة أني بعرف أنه أنا احتجيت عن الإسلام لكني لازلت مؤمن به، بس مثل ما أنا مؤمن به لا واحتجيت عليه وأعيش حياتي كأنما الإسلام غير موجود. نعم، يعني كنت تجاهله بتصورك، يعني بشان نعم كنت أجاهل بتصوري، وكانت أكثر نقاشاتي هي مع خالتي كونها هي أكثر إنسان متدين في العائلة. وأتذكر في إحدى نقاشاتي معها كان خالي موجود أيضا، فتناقشنا في موضوع الجزية، فطبعا غلبتها بالنقاش. هي أنا تفاجأت بصراحة لجهلها بالدين، كون أنه هي لديها هالة القداسة، أنه هي المتدينة في العائلة وهي التي تعرف كل شيء وهي التي تقرأ القرآن أكثر من أي أحد وتصلي كثيرا وإلى آخره. اكتشفت أنها لا تعرف شيئا عن الجزية وما هو نظام الجزية أصلا، حتى هي ذات نفسها انصدمت من الموضوع، وانتهى طبعا بها كباقي أي مسلم آخر بتبريرات سخيفة. صحيح صحيح أخي، للأسف إنه المشكلة إنه في أغلب الأغلبية الساحقة من المسلمين لا يفهمون دينهم، يعني بصراحة هي ما هي الـ تفضل. الـ الـ المسلمين العرب الغالبية منهم أخذوا ما يعرفون عن دينهم من المدرسة، والمناهج التي يدرسونها في المدرسة هي طبعا تلك المناهج الذي يمكن تقبلها من الدين الإسلامي، هي ما زالت متعجرفة وإجرامية لكن يمكن تقبلها. يعني أشياء كل ما تدرسه في المدرسة هو كيفية توزيع الميراث، والأحاديث التي تقول مثلا لا مثلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإلى آخره من الأشياء التي يمكن تقبلها من الدين الإسلامي، ولا يتحد. والقرآن أنا أتكلم عن شخص الظروف التي مرت فيها بالمدرسة، في القرآن يكلمك عن قصص الأنبياء، قصة موسى وعيسى وهود وإلى آخره، لا يعطون أي شيء من أحكام الدين، يحاولون تجميله. صحيح أخي صحيح، بصراحة يعني بالمدرسة ما يدرسونا غير ما درسونا غير هاي الحمامة والعنزة والغنم اللي بالضبط. جمع حوالي محمد وكل أحاديث، يعني واطلبوا العلم من المهدي للحد ولا من بطيخ البسمة للصين وهالحكي الفاضي. بالضبط. وبالإضافة إلى سيرة النبي التي دائما ما يجعلون أنه مثلا كمثال احتلال إسبانيا الذي يسمونه بالفتح الإسلامي للأندلس، اكتشفت وهو من الغباء طبعا، أنا كنت مسلم وكنت أعتبره من الغباء أنك تكتب أنت يا شاعر أن تكتب شعر رثاء على الأندلس،
الأندلس ليست أرضك أصلاً، أنت جئتها كمحتل، كذلك جئت للعراق كمحتل، وإلى بلاد الشام كمحتل، وإلى مصر والمغرب، والمغرب أيضاً أتيته كمحتل، وثم تنعاه، لماذا؟ سخف وغباء. بالضبط بالضبط. بصراحة أنا كثير فرحان فيك أخي مصطفى بوعيك بهالعمر هذا، أنا كثير فرحان فيك. طيب مصطفى، أنت كيف تنظر، كنت تنظر للإله مثلا الله بمرحلة قبل الإلحاد، خلينا مرحلة الإيمان لما كنت مؤمن؟ لما كنت مؤمن كنت أنظر إليه كخالق. لا لا، بس سؤال، بس خليني أكمل. كيف كنت تشوفه، كيف كنت تتصوره بمخيلتك؟ هل كنت مثلا وحش كاسر بده يقتلك، حقون يعني؟ لا، كنت أتخيله بأجمل صورة، فيك تقول بصورة إله منطقي، إله واعي، إله رحيم. هذا أغلب تصورات المؤمنين له كباقي أي. لكن المشكلة أنه بعد أن أصبحت أدرك، اكتشفت أن صفاته غير منطقية، وهو غير منطقي بحد ذاته. يقول أنه لا يحتاج لأي شيء، ويخلق البشر لكي يعبدوه، ولا يحتاج إلى عبادتهم. هذا العبث. إذن الله عبثي. بالضبط بالضبط، يعني في كثير اشياء غير منطقيه، لا لا لا، بالضبط. لا يمكن ان يتحملها العقل بصراحه. يعني انا نعم. بس بدي انوه اخوتي اصدقائنا المشاهدين، يعني انا راح افتح سكايب كمان شوية لخر، وبتمنى مداخلاتكم ومشاركاتكم كالعاده، واصدقائنا اكيد اكيد يعني مستنين، وما شاء الله يعني العدد المتفرجين لا بأس بي يعني ببداية الحلقة، عادة أقل من هيك بكون. طيب احكي لنا مرحلة الشك، خلينا نبدأ، كيف بدأ معك الشك من أول نقطة شكيت فيها لعند ما حلت قلت لنفسك إنه أنا ملحد؟ تفضل. نعم، أو مثل ما قلت لك، أول احتجاجي على الإسلام كان عن قطع يد السارق، وثم ثاني احتجاج على الإسلام هو الجزية، وثالث احتجاج عن الإسلام هو قتل المرتد. لكن مثل ما قلت لك، تجاهلتها ولم أفكر في الدين أو في وجود خالق. لكن في يوم لي، في عندما كنت أعيش في إسطنبول، تعرفت على شخص إيراني كنت أتحدث معه باللغة الإنجليزية، وقال لي إنه ملحد. ومن ثم فتحت أتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت نفسي في شبكة ومنتدى الملحدين العرب، ولا أعرف من أضافني إليها. لكن وبعد لم أطالع أي منشور، ولم قعدت أفكر مع نفسي لمدة 3 أيام. قعدت أفكر مع نفسي، فتوصلت إلى نتيجة أنه هذا الإله غير ممكن، وهذا الدين غير ممكن، يعني غير ممكن للتصديق، غير قابل للتصديق. يعني عندما أنا لدي شكوكي الخاصة، وعندما أحاول عن البحث على إجابات لهذه الشكوك، أجد سوى إجابات وتبريرات سخيفة ولا ترقى لمستوى العقل البشري. وبنظري الشخصي، إن ما تحتاجه للتخلص من الإسلام أو من أي دين آخر هو المنطق، وليس الذكاء، وليس القراءة، وليس أي شيء، فقط بعض المنطقية. بالضبط بالضبط، غير المنطق يعني هو ما في حاجة، حتى الإنسان لا يحتاج أن يكون عالم أو قارئ أو من بالضبط. هالشيء حتى يعرف إنه القتل هو جريمة مهما كان نعم. الأسباب، يعني إنه الشرب الإشخاخ شيء غير منطقي، يعني حتى طبعا. لا تفعلها. يعني قلت كلمة جميلة جدا، بدها منطق بس. بالضبط. طيب يعني لسه ما حكيت لنا شو صار، بحكي كمل لنا على مرحلة بالضبط. يعني مثل ما قلت لك، قعدت انه هل 3 ايام ما افكر مع نفسي، احاول ان اجد بعض التفسيرات، او تعرف انه كوني مؤمن قليلا، يعني بحاول اجد تبريرات لاظل على الايمان. هذه المرحله يمر بها الكل حسب اعتقادي. اذكر لنا التبريرات هاي، هيك بحكي. التبريرات قعدت اقول انه مثلا انه انا ليس لدي علم قوي في الدين، أو لا أعرف أشياء كثيرة عنه. فهذه الـ3 أيام قعدت أفكر مع نفسي، وقعدت أبحث عن إجابات على الإنترنت، وتواصلت مع شيخ أيضا في الإسلام، وتفاجأت أنني أعرف الإسلام أكثر منه،
وانني غلبته ببساطه، يعني صار ياتي بحجج سخيفه وتافهه، ووضعت اسئله على موقع اكبر، يمكنك ان تقول هو انه اكبر مرجع شيعي في العراق، وهو علي السيستاني، وكان السؤال عن القتل المرتد، وتفاجأت ان علي السيستاني لديه فتوى لقتل المرتد اذا كان فطري، واذا كان غير فطري حبسه 3 أيام ومن ثم تطبيق عليه الحد اذا لم يرجع الى الدين. يعني في الاخر انا لا يمكن، من المستحيل بالنسبه لي ان اقتل شخص فقط لانه يختلف معي بالراي. يعني الاجرام الدين جعلني ابتعد عنه، لكن حتى لو كان الدين الاسلامي اجرامي او الدين المسيحي اجرامي، هذا لا، هذا ليس معناه انه لا يوجد اله. فصرت افكر الان بموضوع الاله، وهو الموضوع الاصعب من موضوع الاسلام، لان بصراحه الاسلام سريع الاكتشاف انه دين اجرامي وارهابي. فاتجهت نحو الاله وصرت افكر فيه. اول شيء، كيف خلق وكيف وجد او كيف صنع هذا الكون. فبدات اقرا بالنظريات، قرات نظريه الاوتار، وقرات نظريه الانفجار العظيم والاخره، وقعدت اجد انه يوجد تفسيرات منطقيه علميه. واكتشفت ايضا يعني انه الاله اخترعه البشر عند عجزه عن الاجابه عن الاسئله. وصفات الاله، يعني اذا لم تكن الاديان من يعطيك رساله الله، فمن اين يجب علي ان اعرف صفاتها وماذا يريد مني هذا الاله؟ فهناك بعض الاخوه هم من الربوبيين اللادينيين، يقولون ان هناك خالق خلقنا ومن ثم اعطانا الاراده الحره ولا يريد شيء مننا. اين هي المنطقيه؟ يعني حتى المسلم لديه منطق اكثر من هؤلاء بنظري. فوضعت في بالي انه لا يوجد اله، واذا كان هناك اله في حاله وهي نسبه 0.99%، اذا كان هناك اله فاذا كان يريد وجنه ونار والى اخره، فعندما يحاسبني كيف انني عشت حياتي وكيف كنت خلوقا مع الناس وكيف كنت جيدا معهم، ولا يحاسبني لانني لم ارفع مؤخرتي له 5 مرات في اليوم، هذا سخف. بكل تأكيد، بكل تأكيد، يعني إله إله يحاسب الناس على العادة السرية، ولا يحاسب الناس على بالضبط، ولا كيف يقولوا تواليت بإجره اليمين، ولا يعني هذا إله تافه لا يستحق بالضبط الإنسان يفكر فيه على شعره واحدة. بالضبط. أنت اليوم وصلت لمرحلة القناعة الكاملة أنه لا يوجد إله، وأنه هالأديان هيك خرافة، قصدي الاسلام، يعني انت ما درست طبعاً. المسيحيه مثلا، هل فكرت، يعني فكرت انه مثلا تروح على المسيحيه تدرس ديانات اخرى؟ يعني هل موجود مثلا؟ لا، لم افكر بدراسه اي دين اخر، كوني يعني حتى قبل الاسلام، يعني انا مثل ما قلت لك بدات اقرا مقالات وشاهد وثائقيات، فطلعت على بعض الاديان، يعني بعض اشياء من الاديان لم ادرسها بشكل كامل، لكن لدي رؤوس اقلام عنها، خصوصا المسيحية، واكتشفت أن هي الأخرى ليست منطقية. وأنا في الإسلام، يعني كون لدي هالة قداسة على الإسلام لم أفكر فيه، لكن اتجهت لأنقد الديانات الأخرى مثل اليهودية والمسيحية البوذية وإلى آخره، وجدت أنها أيضا هي بذات نفسها غير منطقية، لكن على الأقل هي مسالمة حاليا. صحيح. طيب انت وصلت لمرحله الالحاد، قلت انا ملحد. نعم. من امتى هالحكي صار؟ مش اتصل للحكي هذا، وبعدين لما اكتشفت انك ملحد مثلا وصلت نعم. لمرحله الالحاد، هل حاولت انه تعلن الحادك؟ هل فكرت انه تخبر مثلا اهلك، ناسك، اصدقائك بشكل من الاشكال؟ لو تقول لي ايمت صارت معك الحكايه هي انه صرت ملحد خلص انتهى. نعم، الحكايه صارت معي تقريبا قبل سنه وشهرين تقريبا، ولم اخبر احد بشكل مباشر، لكن صفحتي الشخصيه على الفيسبوك التي كانت تحوي صورتي واصدقائي وعائلتي، كنت انقد فيها الدين بشكل علني، وكنت اشارك في المجموعات الالحاديه وبالنقاشات بشكل علني،
بنفس حسابي دون أن أستخدم صورة غير صورتي أو اسم غير اسمي. يعني كنت أنقد بشكل عام، وحتى مع أصدقائي عندما رجع، لأن أنا كنت في إسطنبول وبعدها رجعت للعراق، ظليت فيه فترة شهرين وبعدها أتيت إلى ألمانيا. فحتى عندما كنت بالعراق ورغم التهديدات أعلنت بشكل صريح أن أنا ملحد مع أصدقائي، وبالرغم من أنني أعيش في منطقة في بغداد تكثر فيها وجود الميليشيات الشيعية، برافو برافو. وشاركت في مظاهرات بغداد وإلى آخره. طيب، هون يعني هلا بهالنقطة هاي بالذات، نعم يعني برأيك شو أهمية إنه واحد يجهر بإلحاده بالنسبة لهالملحدين الموجودين؟ يعني في كثير ملحدين نكنم وما بيظهروا، طبعا ظروفهم الخاصة ونحن يعني فهم الظروف هاي، بس برأيك أنت يعني شو أهمية الإجهار بالإلحاد؟ أهميته هي مهمة لكن ليست مهمة جدا بحيث في شيء يجب أن يفرض. لأنه مثلا أنا كنت شجاع وواجهت الموضوع، وكوني لدي ثقة أن بعض الأصدقاء سيتركونني ولن يكلموني لكنهم لن يقدموا على قتلي يعني كمثال. لكن يوجد بعض، لأن خصوصا في المجتمع العراقي شعب غير متدين في طبعه لكنه طائفي، هذا هو الشعب العراقي، فهو ليس متدين في طبعه. يعني حتى الأشخاص المقاتلين في هذه الميليشيات الشيعية التي قلت لك عليها هم نفسهم الذين يسكرون والذين يذهبون للبغايا والذين يأخذون الحبوب والذين يعطون المخدرات، هم نفسهم هؤلاء. وكانت لدي علاقة صداقة معهم وأعرفهم جيدا، هم انضموا لهذه الميليشيات فقط للمال والسلطة. فكنت واثقا أنني لن أقتل فأجهرت. لكن وجد بعض الأشخاص، يعني مثلا الذين يعيشون في مجتمعات متدينة مثل الشعب المصري كمثال، هؤلاء يجدون صعوبة في الإجهار وأنا أعذرهم. لكن هذا لا ينفي أن الإجهار بشيء مهم. طبعا يا اخي مصطفى، يعني انت هذا رايك انه الاجهار ما هو مهم، هو في اهميه يعني، بس طبعا يوجد اهميه. اهميه يعني لها اهميه، ولكن في بعض الاشخاص انه بيقولوا ما هو مهم، بس بصراحه له اهميه كبيره، لانه يعني مثل ما قلت انت، في المسلمين لا يعرفون دينهم. انت تقول انا ملحد، هذا شيء غريب عليهم، شيء غريب انه واحد يطلع يقول انا ملحد، لانه اصلا بالضبط يعني كلمه ملحد شو هي، والدين اللي هو خارج الدين الانسان السيء. طبعا وهن ما بيعرفوا انه بالعكس، يعني العكس اللي هو من خارج الدين هو الجيد، يعني كل ما في الدين هو سيء. يعني مثلا طبعا. شو جيد انه واحد يتجوز 4 نسوان؟ شو جيد مثلا الطقوس العيد بنص الشارع اعتبره بتذبح غنمه ولا تذبح بقره قدام الاطفال قدام؟ شو جيد بضرب الاطفال؟ شو جيد بضرب المراه؟ شو جيد يعني بالدعاء على كل شيء غير مسلم، بالخربان البيت، بتجميد الدم بعروقهم، بنسوانهم، ترميل نسوانهم؟ ويعني فالجهر يعني الجهر يشجع الناس. انا من هالمنطلق اصلا يعني انا يعني اسعى بهالبرنامج، بصفحتنا على الفيسبوك، بنشاطي عموما يعني بصراحه. طبعا انا لا انكر انه شيء مهم، لكن انا من هنا ونصيحتي للذي يستطيع الاجهار عن الحاده فليجهر، فهذا شيء مهم. لكن الذي قد مثلا يسبب هذا الامر مشاكل له او لعائلته، فيجب أن أحاول أن يكتم الموضوع حتى يكون في مكان آمن، هذا هو مقصدي. بالضبط بالضبط. نعم أصدقائي، أنا فتحت السكايب على فكرة، بس ده في تعليق من الأخ سالم هاتن على اليوتيوب راح نقرأ، أظن في أكثر من تعليق يعني عندي هون، بس دقيقة واحدة. الأخ سال بيقول حياك أخ مصطفى، مبروك حرية العقل المبكرة،
أهلا بك معنا في عائلة الإلحاد الرائعة، كلام نابع من فهم ووعي مبكر، إدراك رائع للحقائق التي أخفيت عن العامة. أهلا بك في عائلة الإلحاد الكريمة. شكرا لك. صراحة في عندي طلبات هون، أنا بتمنى من أصدقائي إنه يتصلوا فينا. في الأخ أبو بكر عم بيقول البرنامج على الهواء ولا لسه؟ لا على الهواء يا أخي. دانيال الأخ جوان جون جون عم بيقول في أوروبا البنات بيكونوا مؤمنين بيترجوا شباب ملحدين أو العكس بدون مشاكل، صحيح سلمت منك. هل لديكم أسلوب لمجابهة التطرف في الشرق الأوسط غير أسلوب المجازي على النت؟ هذا الأخ محمد مطر صراحة عم بيقول إنه هل لديكم أسلوب لمجابهة التطرف في الشرق الأوسط غير أسلوب المجازي على النت، يعني المجازي على النت؟ هو بصراحة يعني أنا برأيي إنه ما عندنا لا ميليشيات ولا عندنا سلطة ولا عندنا شيء ممكن نساوي، يعني لو فعلا ولا عندنا ماسونية بتدعمنا بملايين الدولارات. بالضبط، يعني لو عندنا مثلا ماسونية تدعمنا بملايين الدولارات ولا عندنا كنا دولار فتحنا قنوات، كنا فتحنا مواقع، كنا فتحنا أي شيء ننشر فكرنا. إحنا كل المساحة المفتوحة اللي في نشر فكرنا هي على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. بالضبط بالضبط. ويعني لو عنا كان أقل شيء غيرنا المناهج التعليمية كان حرقنا القرائن كلها، وهلا الخزعبلات هاي كلها كان حرقناها. ولكن بالضبط. إذا في عندك أنت أخي محمد مطر، أظن أحمد مطر ولا محمد مطر، محمد مطر، لو في عندك أي أفكار يا ريت تطرحها، يعني ممكن ناقشها بهالحلقة هاي وممكن ناقشها بحلقات أخرى، يعني إذا في عندك أفكار. نعم. أظن بس أروح على الرسائل مرة ثانية، على الأسئلة سوري. نعم. طيب برأيك كيف لازم هلا أنا وأنت هالملحدين هاي مثل ما حكى، يعني شو هي الوسائل اللي توصل صوتنا للناس برأيك؟ يعني كيف لازم يتعاون الملحدين مع بعض بين بعضهم حتى نعم يصل صوتنا للناس؟ تفضل. بالضبط. بس قبل هال عندي سؤال من الأخ سال. اوكي تفضل أخي سال. سال طيب أنا راح أتصل فيه ويخليه يتفضل. يا مصطفى برأيك نعم يعني شو هي الوسائل اللي ممكن تجمع صوتنا تساوينا؟ مثلا رجع اتصل، أنا بسأل السؤال هو بتصل. اوكي طيب أهلين سال تفضل. عفوا ابو الله يعطيك، يعني راح الخط قبل ثواني. ولا يهمك تفضل اخي سال. ارجو المعذره. اولا احييك مره اخرى صديقي على ثباتك وحلقه رائعه جدا. تسلم تسلم. وتحيه للاخ مصطفى ابن الرافدين الحبيب. شكرا. صراحه انا فخور بك جدا على الافكار الرائعه والوعي المبكر والكلام اللي عم تنطقه. يا ريت يا ريت شبابنا يحذو حذوك. وبمناسبه اشوف عمرك يعني اي ثينك 18 قلت، فاحب اشارك رساله اليوم. انا جيت من الشغل وفتحت اللابتوب، واول رساله استلمتها من اخ نفس عمر الاخ مصطفى، شاب صغير من مصر عمره 18 سنه اي ثينك. فالفرق بين الفكر الحر المتمثل بالاخ مصطفى وبين الفكر الخرافي اللي متمثل بهذا الشاب الصغير، خليني اسميه مجدي. فبدايه الرساله يعني على الخاص، بعد على الخاص، والله الذي لا اله الا هو نهايتكم قريبه. اجابتي ونهايتكم ايضا. قد علي، نهايتنا اخرها جنه ان شاء الله، اما نهايتكم نار لانكم كفرتم بالله. فانا صراحه جاوبت بسخريه، اوكي مبروك عليكم الجنه يا اخي الحبيب، نحن مبسوطين في النار. زي ما تستخبوش وراء الكيبورد وتتكلموا بس، انزلوا واجهوا الناس.
اوكي يلا يا اخوي، انت مشكلتك ايه؟ فرد علي، مالكوش دعوه بدين الاسلام، احنا بنحذركم وهي اخر كلمه. فحاولت اتصل فيه، المهم ما حب يجاوب. بحكي لي بدك ايه يعني، عاوز انت عايز ايه؟ قلت له يا عم انت عم بتهدي واتصلت فيه، انا عاوز اطلعك من 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 ظلمات الاسلام. يحكي لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فشوف الفرق ليش جبت هذا المثل، يعني رسالة اليوم قبل البرنامج تقريبا بساعة، الفرق بين العقل اليوم من بالخرافة بعد آلاف الأميال، يعني من الجيزة الظاهر الجيزة مصر إلى نيويورك، عم بيهدد على شغلات فكرية. باي ذا واي أنا لا أعرفه ولا شايف ولا سامع فيه، هذه واحدة يعني حبيت أشارك هذا الحدث اليوم مع في الحلقة. أما السؤال اللي قبل أعتقد في سؤال ذكرته قبل شوي، أسلوب مواجهة التطرف في الشرق الأوسط من قبل الملحدين. فيا أخي السائل، أنت ممكن أكمل جان؟ تفضل تفضل، أكيد الوقت كله معك. يسعد. مجابهة التطرف، نحن ناس بسطاء يعني ناس عاديين، اللي شوفنا في الشارع في الشغل في المكتبة في السينما في العمل في whatever، احنا بدنا حياتنا بس، ما عندناش اي منظمات، لا منظمات ارهابية زي المنظمات الاسلامية الارهابية ولا كل شيء. يعني اول خطواتنا الان بننظف نفسنا ونتعرف على بعض ونحث الاخرين على الظهور. وطبعا برنامج جان الجهر واحد من الخطوات، وبرنامج البطل الأسود واحد من الخطوات أخرى. فالشباب عم تظهر وإحنا جدا فخورين بشبابنا. فإحنا ما عندناش عقيدة ندافع عنها، وإحنا ناس أحرار راح نواجههم بالقلم وبالأفكار. هذا كل ما نستطيع الآن. لم تكن لا مش راح نعمل يعني مواجهات دامية ونحطم شعوبنا بعد أكثر. هم يعني لهم الفضل اليد الكبرى في تحطيم بلداننا كلها. فبس بدنا نجمع الناس ونورجيهم الحقيقة والخلاص من هذا الفكر المظلم المجرم. وشكرا لكم. وشكرا لك أخي سالم، وشكرا لمداخلتك، كلامك منطقي 100%. مثل ما قلت ما عنا ميليشيات، ما عنا شيء، ويا ريت يا ريت الناسونية تدعمنا شوي، نفتح لنا كم قناة وهيك ونوزع كم كتاب لوجه الله، بلكي يصبر النائمين في مستنقع الظلام صراحة. Exactly. وما عنداش ولا ناخذ زكاة ولا ناخذ جزية ولا ناخذ تبرعات، كلها جهود فردية. بالضبط. كلها جهود فردية فقط. بالضبط. شكرا لك سار، شكرا لك. شكرا حبيبي، تحياتي مرة أخرى. تحياتي. شو رأيك بالكلام اللي قاله سال؟ كلامه أول شيء هو شهادة فخر إلي. الشغلة الثانية أنه من ناحية الدعم أو من ناحية كيف نواجه التطرف في الشرق الأوسط، لدينا صفحاتنا، لدينا مجموعاتنا، لدينا إلى آخره، لكن ليس في نظري هناك نقطة مهمة يجب أن نركز عليها. قبل إيصال صوتنا إلى العرب المسلمين في الدول العربية، يجب إيصال صوتنا إلى العالم بأجمع، وهذه نقطة بنظري مهمة، وهذا ما نعمل عليه حاليا. لدينا صفحة نقوم بالعمل عليها الآن، وهي نتواصل فيها مع المجلس المسلمين السابقين البريطانيين وإلى آخره. فنحاول أن نجعل مجهودنا عالمي وليس فقط على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن الموضوع يحتاج إلى متطوعين، الموضوع يحتاج إلى مترجمين، الموضوع يحتاج إلى وقت. ومثل ما قال الأخ، نحن بشر بسطاء، وكل ما نقوم به هو مجهود شخصي. وطبعا نحن لدينا حياتنا ولدينا الآخر، فنحن لدينا بعض المشاغل في الحياة، لسنا متفرغين 100% لمواجهة التطرف الإسلامي، لكن نحن نبذل فيما ما في وسعنا. بالضبط بالضبط. يعني أنا مع أنه أنا بصراحة يعني غير متحمس بالشكل اللي الأصدقاء يطرحوه، إنه نتصل بالمنظمات العالمية وهالمسائل هي. يعني أنا بقول أول شغلة لازم نعملها هي إنه نجمع حالنا، نجمع قوتنا، لأنه نحن من راح يفرض الواقع على الأرض.
مساعدات خارجية وأصابع خارجية كما يسمونها البعض. يعني ما بعرف، أنا رأيي قوتنا بذاتنا، نحن أصحاب القضية، نحن أصحاب الوجع، نحن أصحاب الجرح. بالضبط، أنا أتفق معك في هذه النقطة أخي العزيز، بس ما قلته هو إيصال صوتنا للعالم، ليس لجمع تبرعات أو ليس لجمع أي شيء آخر. نحن لا نحتاج مساعدتهم، فقط نحتاج مثل ما يقول البعض ميديا نويزي، ضجة في الإعلام فقط، هذا ما نحتاجه. أخ صوتك لا أسمعه. عندي اتصال من الأخ سامي. نعم اتصال من الأخ سامي، يا ريت تفضل أخي سامي. مرحبا أخ صديق جون، ومرحبا بالأخ مصطفى. أهلا وسهلا فيك، تفضل. شكرا عزيزي. أنا أتكلم في مواضيع طرحها الأخ مصطفى، تكلم عن المنطق يعني. فأنا أذكر بعض، مثلا محمد طار للسماء ببغل مجنح وفي الظلام، ما شافوا حتى واحد، ورجع وما شافش كل الأرضية مدورة، وحتى واحد ما شافوا في التلفزة كالكوسمونوت، والأخرى عصين تاع بول بعير، هذه المنطقة تتمنوا بول بعير اللي قال لك هذا شيخ قال راه في سويسرا يدو بيه، لكن احنا عايشين من عشرات سنين في أوروبا ما شفنا هذا بول بعير. وكذلك عبادة الأصنام، يعني تقبل حجرة وتدور حول حجرة وترشم حجر بحجرة وتجلس في عرفات حجرة، الحصيل عبادة الأوثان، ويوسف مثلا في بطن حوتة، هذا في القرآن يعني، فهمت؟ وناقة خرجت من صخرة، يعني النبي صالح، هذا في القرآن يعني. وحواء من عظم من آدم خرجت، والإنسان خلق من طين، يعني كيسبني واحد يقول لي يا قردة، واحد مسلم يقول له أنت خلق من طين، أنا أمشي حديقة الحيوانات وشوف يعني القرد كيف حركاته مثلنا يعني، فهمت؟ وثم حاجة أخرى أصية، قتل المرتد باش نعلق عليها، عندي كثير نجم نقول لك قتل المسلمين، يقول لك لا لا لا، أنا أقنعها مرات، من بدل دينها يقتل، هذاك حديث معروف صحيح. آية المائدة 33، من حارب الله ورسوله أن يقتل ويصلب وتقطع أيديهم ورجلهم خلاف، حتى ذيك داخلة في المرتد. واجتماع كثير الشيوخ ومنهم القرضاوي في الجزيرة، في قطر، تكلموا في الجزيرة على قتل المرتد، والقرضاوي قال في الفيديو في الجزيرة لولا حد الردة لما بقى يعني الإسلام بعد الرسول، فهمت؟ وحاجة أخرى على الله، يا أخي أين أنت يا الله، وأطفال سوريا يذبحون والعراق يذبحون، وأنت تتلذذ وتعمل العادة السرية ولا ماذا، فهمت؟ تحاسب على شعرة متاع امرأة خارجة من الحجاب، وأطفال يموتوا بالشر ويذبحوا. وكذلك مثلا الله متولي هبط آية نكاح محمد لماريا القبطية اللي حفصة لقاته في السرير معاها وضرباته احنا نقولوا بشلاكي يعني، ما نعرف العربية المصحى مش مشكلة بالتوازي. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وأراد النبي أن يستنكحها خالصة له من غير لكان من غير المؤمنين، هذه آية هبط على نكاح ماريا القبطية باش يشتري فيه. سامي 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 سامي، بصراحة يعني بدي أسألك أنا سؤال، يعني هلا مثلا بالقرآن آية قرآنية مثل ما بنعرف، إن أراد البطيخ هذا يستنكحها، طيب يعني يستنكحها بضميرك ما هو إنه ينيكها؟ ينيكها نيكانا، يعني لماذا؟ يعني ليش على هال يعني مفكر إنه تلاعب؟ هذا قرآنكم يا مسلمين، يعني إن أراد النبي أن ينيكها ينيكها، هاي يعني نحن ما بقى نستحي بهالبيئة، لأنه نبيكم لا يستحي، نبيكم هو حشرة، هو بيدوفيل، هو مجرم، هو ذباح بني قريظة، هو نكح زوجة ابنها زيد ابن زيد زينب بنت جحش. حبيت نعلق على هذه، ينكحها كثير مسلمين في الفيسبوك والتويتر يقولوا لي لا ينكحها يعني يتزوجها، لا حبيبي
انا اعطيك ايه مثلا على تزوج نكح بنت زيد يعني زوجة ابن زيد، يقول ولما قضى بها زيدا وترا زوجناك لها، ثم آية أخرى تقول لك وزوجناكم بحور العين، يعني الزواج لولا هذا علاش يكون ما يكونش نكاح، يعني هم يحبوا يعملوا نكاح يعني هو الزواج. لا حبيبي احنا لسنا أغبياء يا أغبياء، فهمت في الموضوع هذا. أما الشهر فتشجعوا، أنا شهرت الفاميلتي الكل والأصحاب الكل، وثم بعض الأصحاب ما يتكلموني وما بدي بيهم الجاهلين هذا ما فهمت، يزن تشعروا وقبلوني أهلي كويس، حتى عندي شكون حج والحج وكل شيء لك قبلوني ما مهم. وإحنا سنحارب الإسلام بالفيس ولا بالسيف، ولكن ما تقولون نحاربه، أنا ما تكلمت ولا كلمة إلا في القرآن والسيرة النبوية لابن هشام منقول على ابن إسحاق وحديث وصحيح البخاري، أنا نقرأكم إيش فما في كتبكم، فما تقول تحارب هذا حقيقة يعني فهمت. وباش نجاوب على الاخ قال يزم يقولوا في العالم الكل، انا حنقول لك تم رساله اوباما رشيد المغربي، ما نعملوش اشهار لكن صراحه هو عملها بالانجلي هي في اليوتيوب، الاوباما يفسره في الاسلام عندما قال الاسلام تسامح، وثم مفتي الازهر اللي مشى اوروبا البرلمان الاوروبي واعطاهم اسلام جديد يعني اجتان تسامح مع شو يعني، ثم وحيد ورشيد وبطرس زكريا عملوا لهم في كل اللغات تفسيرات للبرلمان الاوروبي يعني، قالوا لهم راه كذاب وكل شيء وبعثوه في كل اللغات، لا تخاف ثم ناس ينشطوا في مستوى العالم باش يفضحوا الاسلام فهمت. وشكرا جزيلا ما نطول عليكم، شكرا حبيبي. شكرا اخي سامي، شكرا اخي سامي. وفي شغله بدي بس بدي اوضحها، انه النكاح انه بيقولوا النكاح ما هي النكاح زواج، طيب هل من في حديث بيقول لعن الله ناكح يداه، يعني هل من المعقول لعن الله متزوج يداه؟ ما هي المشكلة مع اللغة العربية بالضبط. مصطفى قال لك أخ مستر بلاك بيقول بس ألاقي لأنه في عنا اتصال تاني، بس تفضل اخي جون. لمستر بلاك انا اسف بس راح نسال السؤال بس نخلص الاتصال هذا، تفضل اخي جون. تحياتي لك حبيبي جان، وتحياتي الى اخي مصطفى. السؤال البديهي، ماذا قدم الاديان بشكل عام للبشريه؟ هذا اول سؤال. كان شيء احلى شيء في ملحدين انهم يفكرون بمنطق ويسالون نفسهم يوميا لماذا كيف واين. هذه الاسئله تؤدي الى الحقيقه، يعني ما في شيء انه هيك صار خلاص مش لازم نسال ليش هيك صار لماذا. يعني حتى في ايه بتقول انه لا تسألوا شيئا أن تبدو له لكم تسئلكم، فهذا بذاته رأسا بتخلي باب أمام عيونك أمامك أنه ما تمشي أكثر من هيك، خلاص هذا نهاية الطريق ممنوع، يجب عليك العودة. فالملحدين كسروا حطموا هذا الباب، وأحلى دليل لهذا الشيء مصطفى عمره 18 يفهم شو بيقول وليش هيك صار. وتحياتي لكم، بحبكم واتمنى لكم الموفقيه. شكرا جون، شكرا حبيبي، شكرا لمداخلتك الرائعه. استاذ جون اجيب عن سؤال الاخ، في هلا صار عندي سؤالين. نعم انا راح شباب بس بدي اسكر لانه عم تجيني كثير اتصالات بالسكايب، بدي اسكر شوي بس دقيقتين حتى، بس في سؤالين صار عندي هون. هلا في سؤال الأخ عم بيقول ماذا قدمت الأديان البشرية، وفي سؤال من الأخ مستر بلاك عم بيقول، لما خلينا نجاوب على سؤال الأخ مستر بلاك عم بيقول لما كنت تقرأ القرآن ما كنت تشوف التناقضات رغم صغر سنك يعني؟ تفضل. بصراحة عندما كنت أقرأ القرآن مثل ما قلت كنت صغير بالسن، ولم يعني
كنت أقرأه بالطريقة يعني فقط للقراءة، يعني ليس للفهم، كنت أقرأه فقط للقراءة ليس لكي أفهم محتواه، لأن منذ الآية الأولى عندما قرأت القرآن وهي كانت سورة الفاتحة كنت بيني وبين نفسي أن أقول أن هذه طلاسم لا يمكن أن أفهمها، فلم ألاحظ أي تناقضات أي أشياء إلا بعد ما رفعت هالة القداسة في أيام الشكوك. بالضبط بالضبط، هو حتى الإنسان الكبير يعني لا ينظر للكلمات، ينظر إنه مقدس فقط يعني مقدس. بالضبط بالضبط، هذه كانت نفس نظرتي. طب السؤال أخ جون، ماذا قدمت الأديان للبشرية؟ ماذا قدمت الأديان البشرية؟ طبعا هي لم تقدم أي شيء بنظري لسبب مهم. الأول أن كل المجتمعات التي أتت، العفو، كل الأديان التي أتت كانت تتبنى أفكار مجتمعها. مثلا نأخذ الإسلام كمثال، البدو في الجزيرة العربية، البدو العرب كانوا يسرقون بعضهم بحجة الغنائم، وهذا ما فعله الإسلام. كانوا يتزوجون البنات وهن صغارا، وهذا ما فعله الإسلام. وكانوا والى اخره، يعني اشياء كثيره لم ياتي الاسلام بها بشيء جديد، لكنه فقط حددها، وبأي حددها باشياء اتى بها من اديان اخرى، لم ياتي بشيء جديد. مثلا تحريم لحم الخنزير مثل من اليهوديه، وتحريم الى اخره، يعني الاسلام لم ياتي بشيء جديد، وكذلك اليهوديه وكذلك المسيحيه، فقط تبنوا افكار مجتمعاتهم، وهذا السبب، وهم فعلوا ذلك حتى لا يفرضوا كثيرا من التغيير على المؤمنين بالدين الجديد. طيب معنا اتصال من الاخ جوزيف، تفضل اخي جوزيف. مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. كيف كنت تحياتي؟ تمام، اهلا وسهلا، تفضل. مرحبا اخي مصطفى، كيفك؟ مرحبا، انا جيد الحمد لله، انت شلونك؟ انا جوزيف اللي ما بيعرف حدا اذا فهمت هاي المسحه. جوزيف الوحداني كمان، هو اظن سنه بسنك يعني، ما هو اكبر. احنا بسن واحد. يعني ولاد ولا؟ نعم. حبيت بس أشارك بنقطتين رئيسيات. بالنسبة للأولى عن مصطفى، وهي ردة الفعل الغريبة شوي اللي عم تصير، يعني أنا حبيت أوضح إنه بعصر الإنترنت، العصر الحالي، الأجيال من البشر صار عندها وعي أسرع، وعي من الطفولة، وصار عندها مجال أكبر للمعرفة والعلم بدون تزييف، بدون اطلاع على كتب. صار فيك تقرا كتاب على الانترنت باسبوع بدل ما كنت تقرا بالورق بسنه مثلا. ويعني صار الطرق اللي بدك تكتشف فيها المعلومه صارت ابسط واسهل، فما انه شيء غريب اذا الانسان من عمر صغير اكتشف حقيقه دينه، انه كان عايش خرافه يعني، وبيطلع الانسان بكل بساطه بيقدر يفحص مجتمعه، بيعرف المصائب اللي عم يواجهوها. يعني الدين ما قدم شيء غير انه كان حاجه ووسيله في زمن طفوله البشريه. الانسان كان يخاف من الاعاصير، يخاف من الزلازل، ما بيعرف شو هو البرق، ما بيعرف، فكان يأله، كان يأله عناصر الطبيعه. ومع الوقت، مع تطور المجتمعات وتكون القرى والزراعه، الانسان تطورت افكاره وصارت الاديان يعني توسع نطاقها، صار سياسي اقتصادي. فهذا النطاق اللي توسعت فيه صار مفروض على الإنسان أنه يتبع وراسيا بدون ما يفكر. يعني أول ما ظهر أول إنسان خبيث، وأول ما عثر على إنسان غبي جاهل، خدعه واستولى على مخه ومخ الأجيال اللي حقته كلها كمان. فيعني هاي المرحلة اللي نحن فيها هي مرحلة نهاية الأديان. ما ظل في شيء اسمه قدسية. يعني من هذا العمر نحن الجيل الجديد بنفكر، بنحلل، بندرس وبنزيد خبراتنا. يعني ما ظل في شيء اسمه تعا قدس وتعا لا تسأل. يعني الدين بيحرم السؤال، ما فيك تسأل شيء. مثلاً لا لعنة بالمسيحية بيقولوا حرام تسأل، حرام تعترض، حرام تقول ليش وإيش. فهمت كيف؟ فهاي المصيبة اللي نحن عايشين فيها، صار لازم من الوقت إنه نكون شجعان ونكسر هاي الحواجز. ألا مثل بالإسلام يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. هاي الآية نفسها سببت خراب كامل للمجتمع الإسلامي، بحيث المسلم بيتبع ما بيفكر، ما بيعمل شيء.
وبنفس الوقت المسيحية حالة التقديس حرمت على المسيحي يخاف خوف غير طبيعي، وأنا بصفتي مسيحي سابق أعرف هذا الشيء، يخاف خوف غير طبيعي من مجرد السؤال. ما فيك تسأل، ما فيك تبحث، ما بتخاف، يعني بتخاف. المسيحية مثلا بتعلمك تخاف من كيان الله، مع أنه بتعلم المحبة، مع أنه بيقول لك الله محبة وجئته لأجل الناس، والله يعني تجسد وصرف نفسه، بيقدموا لك إياه في برواز كله محبة. بس لا، الإنسان شو بيشعر؟ بيشوف حاله قدام حائط مقدس من المحرمات، ما بيقدر يفكر. فأنا يعني بعتقد أنه مرحلة كويسة وإنجاز عظيم للمجتمع، للجيل الجديد، أنه قدر يكسر هاي الحواجز اللي الأجيال القديمة بكل عقلها وعلمها وحكمتها ما قدرت تكسر هيك حاجز، ما قدرت تعبر one step further. فيعني فأنا يعني بتشكر كمان مصطفى على الفرصة الحلوة، وإنه طلع وكلنا انبسطنا بسمع صوته. وفعلا يعني لازم أشجع كل الناس إنها تجهر، كل الناس إنه من أقرب فرصة صارت عندها أجهروا وأظهروا أي فكرة، لأن البشر صارت بحاجة لفكرة، لنقطة تشجيع. الدين يعني وصل يقول لك شو بتعمل برجلك، كيف تفوت على التواليت، شو بتعمل بإصبعك، كيف بتصلي، كيف ترفع السبابة. يعني هاي مصيبة، مصيبة بالنسبة للقرن 21. وصلنا عام 2016 اكتشفوا المريخ، يعني سطح المريخ اكتشفوا العلماء، وبعد القرن قرنين بدنا نغزو الكواكب. هاي حقيقة لا بد منها، لا جدل فيها. فصار الوقت انه يعني نكسر الحواجز بكل قدرات. بالضبط. بالضبط جوزيف، شكرا لك جوزيف. يعني بصراحة انت طرحت موضوع انه الاجيال هاي، يعني انا لما حكيت انه بالسن، انه موضوع السن 18، بصراحة في كتير شباب يتواصلوا معنا قبل 18، ولكن قانون الصفحة عنا والحملة انه ما نجهر الاشخاص قبل عمر 18. يا اخي جاري قبل البلوغه بتسبب مشاكل، يعني بتسبب مشاكل، وفي ناس عندهم الفرصه. يعني انا كان عندي فرصه من سنه قبل، يعني بس بالضبط. بس يعني وانا اوعدك انه باقرب فرصه راح اقدر اشارك معكم بحلقه كامله، بس انا تعرف ظروفي مهاجر وطالع من بلدي، فما عندي يعني ولا يهمك. ولا يهمك جوزيف. يعني انا فكرتي انه الجيل هذا، الجيل الموجود هذا، جيل الانترنت، يعني مستحيل تقدر تتحكم فيه، مستحيل لا شيخ ولا اي بهلول في هالعالم هذا ممكن يتحكم فيه. وهنا يا اخي اريد ان انبه عن شيء، هم شيء غير بيحرموا مشان لا تفكر، لا ما يقدر يواجهوا بكل عتادهم وقواتهم وسلطتهم السيوقراطيه والابنيه والكنائس والمساجد، ما يقدر يواجهوا شاب واحد حامل قلم يفكر، ما يقدروا، لان الفكر الديني هو اصلا فارغ، ما في شيء، ما له مستند لقاعده من الثوابت العلميه، كله مستند لقواعد من التكهنات. التكهنات قلت لك بالقديم الزمان كان بيخافوا من شيء، من الطبيعه، بيضرب برق بيقولوا اله البرق زيوس ضربنا، فيعني كانت مصيبه عندهم. صحيح. بيرتعبوا، كان بيقدموا ذبائح، بعدين وصلوا يقدموا ذبائح للطبيعه لاجل التكفير عن الخطايا كما يقال. يعني هاي حتى باليهوديه بالعهد القديم مذكور هذا الامر، بس يعني بالعهد القديم بيتوسع شوي، بيقول لك تحارب، يعني العقيدة التوحيدية تبع الإله هو بتقول لك حاربهم، يعني رسخ الديانة اليهودية في العالم وحارب العداء الإله. يعني بس أنه لوقت حديث كنا معاصرين لهذا الفكر، أنه الخوف من الطبيعة. هلا الإنسان سخر الطبيعة، هلا صنع طيارات، هلا طلع للفضاء واخترق أبعاد كتير ما كانوا اخترقوها في 100 سنة قبل. يعني بالضبط. شكرا لك جوزيف، شكرا لمداخلتك، وراح نكون على تواصل أنا متأكد. يعني ولا يهمك، تشرف. شكرا، شرف لي أخي، شرف لي. طيب أخي مصطفى، شو رأيك بالكلام اللي طرحه الأخ جوزيف؟ طبعا كلامه صحيح وكلام جميل، بس أنا أريد أن أنوه عن شيء مهم جدا بنظري، هو ما أسميه أنا الخيانة الفكرية. طبعا لأجل هذه الأجيال القادمة، لأجل الناس الذين يبحثون، يجب علينا أن نترجم محتويات غير متوفرة في اللغة العربية، يجب علينا أن ننشر أفكارنا ليستطيع غيرنا مطالعتها، يجب علينا أن ننشر الكتب وإلى آخره. هذا جزء من أراه من واجبنا تجاه فكرنا. هناك بعض
الملحدين او اللادينيين بشكل عام يلحدون ويصبحون تقريبا لا اكتراثيين او لا يناقشون والى اخره. هذا بنظري الشخصي اسميه خيانه فكريه. بصراحه يعني في خوف في 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 يعني لسه الانفجار ما صار انفجار عظيم. هو المشكله يعني هي البدايات. فخيانه فكريه يعني ما بنقدر نتهم كل الناس، ما بنقدر يعني في مشكل ملون مثل ما بقولوا. يعني خلينا بالموجودين هلا حاليا احسن. نعم. طيب عندي سؤال لك اخي مصطفى. نعم. انت كشخص مصطفى بتريد انه هالناس هي عفنا خلينا نجي على اهلنا اللي هن ناسنا، جيراننا، اصدقائنا، بصراحه يعني اقاربنا، اخوتنا، اخواتنا، يعني كلهم بهالمجتمع هذا. بدهم يفهموا انه يا جماعه انتم عم تعبدوا وهم، عم تعبدوا شيء اصلا افكار شريره، يعني هي مجرد افكار وليست مجرد افكار، هي شريره رغم انها بس فقط وهم، يعني وهم شرير. نعم نعم. واعتقد هذا هو سبب وجودي هنا الان واتحدث معك، هذا واحد من الاسباب التي جعلتني هنا اتحدث معك. انا اشارك في اكثر من مجموعه، احاول ان احاور بما املك، يعني احاول ان اصل فكره انه لا اريدهم فقط، يعني لا اريدهم ان يخرجوا عن الاسلام، ظل مسلم لكن على الاقل تعايش مع الغير، تقبل الفكر الاخر، لا يهمني ما تؤمن به، اعبد اله من حجر لكن لا ترمني به. بالضبط بالضبط. طيب معنا الاخ طاهر. اهلا جانا، نرحب بالمشاهدين ونرحب بالشاب مصطفى، حقيقه ابهرني يعني بالمستوى نتاعو والاسلوب المنطقي اللي يفكر به. حبيت نشارك معاكم. حبيت فما نقطه كي قالها مصطفى، قال لازم نوصلوا صوتنا للغرب زادة، يعني نحن تو المجتمع العربي، الشباب العربي فاق خاطر يعرف حقيقه الاسلام. الغرب ما يعرفش الاسلام، ما يعرفش حقيقه الاسلام، هذا الخطر الكبير. انتم تشوفوا في الارهاب اللي قاعد صاير في فرنسا في بلجيكا، هو استراتيجيه اسلاميه اللي قاعدين يعملوا فيها. شوفوا الشوامع موجوده، الشوق قاعدين يعملوا في تمويلات كبيره اللي قاعده تصير في الغرب، وبار هذي المسلمين قاعدين يتزوجوا يعني بالاجانب ويتكاثروا بصفه كبيره، والغرب ما يعرفش حقيقه الاسلام. يعني يلزمون لا ليبرتي، يقول لك عندنا الحريات ونسبحوا بالاديان الكل، لكن اخطر دين هو الاسلام. يعني كان نوصلوا صوتنا ونوصلوا ويفهموا حقيقه الاسلام، أنا نراها خطوة باهية كبيرة. يعني كان فما برامج توصل يعني باللغات أجنبية ينجموا يفهمونا، مش بالعربية بركة، كان توصل نوصلوا صوتنا. خطوة باهية. معايا جان؟ معاك، تفضل. أي قلت لك الخطر هو الإسلام قاعد يتكاثر بصفة كبيرة، وفما استراتيجية كما قلت لك تنجم على يعني كما يقولوا فما على مدة متاع 20-30 سنة تولي المسلمين أغلبية كبيرة في قارة أوروبا خصوصا، فهمتني؟ وهم الغرب يعني كما يقولوا ما يعرفوش الخطر هذا، يعني ما همش فاهمين حقيقة الإسلام، يعني ما همش فاهمين الإسلام على قاعدة، مش فاهمين هو الإسلام يقتلهم، يعني المرتد هم بالنسبة لهم كفار، يعني هم ما يعني مالجريسا، يعني بالرغم من هذا هم يسمحوا لهم باش ينشروا ثقافتهم باش يبنيوا الجوامع وقاعدين ينتشروا بصفة كبيرة. علاش قلت لك الشباب العربي خاطر نحن علاش فقنا، خاطر نحن نعرفوا شنو هي الإسلام، نعرفوه كدين نعرفوه، واخطر دين هو الاسلامي، الدين الاسلامي هو اخطر دين خاطر يقمع الدين الكل ويكفر الدين الكل، فهمني؟ وكشوف النعوت المختلفه. انا ليش قلت لك كان وصلوا كان يوافقني ولا مصطفى، يعني النجم نوصلوا صوتنا يعني كشباب للعالم للغرب خصوصا قاره الاوروبا، فهمني؟ اها. طيب اخي طاهر، شكرا لمداخلتك وشكرا لرايك. يعني نشوف الاخ مصطفى، شو رايك بالموضوع اخي مصطفى؟ بالطبع، وهو هذا من الاسباب اللي انا بدي اوصل صوتي والملحدين للغرب. انا مثلا لدي مشروع بسيط يعني احاول العمل عليه الان، لا اعرف اذا امكنني ان اقوم به، احاول ب
عمل فيديوهات ونشرها على اليوتيوب باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية لكي تصل ولو جزء بسيط منها إلى العالم الغربي وخصوصا أوروبا، لأن في هنا بعض الناس أن العفو المسلمين يستخدمون أسلوب التقية عندما يوزع التقية الكذب لأجل نصرة الدين، عندما يترجمون الكتب مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو القرآن يحاولون استخدام أشياء أكثر تقبلا، مثلا وعاقبوهن وليس واضربوهن، هذه في الترجمة الألمانية للمصحف، ولا لا يكتبوا واضربوهن يكتبوا ويعاقبوهن، يعني الكذب التضليل، يجب علينا كشف هذا الكذب والتضليل ليس فقط للعالم العربي ولكن إلى ما أبعد منه. بالضبط بالضبط، يعني أنا بصراحة يعني مع الأخ طاهر في نقطة أنه أوروبا العوام نعم. لا يعرفون الإسلام يعني بالضبط، ولكن الطبقة المثقفة صدقني يعني فصفصوا الإسلام فصفصة من مئات السنين، يعني بيعرفوا كل شيء تفاصيل الإسلام، ولكن السياسة هي أنا بصراحة ما بقى أنا لا أفهم بالسياسة وما بدي أفهم بالسياسة أصلا يعني ما بعرف بصراحة. أنا رأيي الشخصي إنه نهتم بحالنا، أول شيء نهتم بحالنا بالطبع بالطبع، نوعي قبل ما نوعي الأوروبيين، خلينا نوعي حالنا قبل ما نعم الأولوية للعالم العربي طبعا بالضبط، يعني نحن أول شيء خلينا نفهم، نفهم أهلنا، نفهم ناسنا. إذا نحن ما فهمنا الغرب ولا الشرق ولا بأي أناس في هذا الكوكب لن يأبهوا لنا، نحن اللي عم نحطم حالنا بحالنا. العمليات عم بتصير بأوروبا، كم عملية صارت يعني كم عملية صارت، إذا بتقارن باللي عم بيصير بسوريا بالعراق بمصر بليبيا باليمن، هل يعني شيء لا يذكر أصلا يعني. المهم بالضبط بالضبط، المهم نحن نوعى أول شيء، بعدين ممكن هذاك وقت لم وقت نحن نوعى بشكل طبيعي بشكل أوتوماتيكي تحصيل حاصل، الناس راح تفهم، الإرهاب راح يتوقف، يعني أوروبا ما راح توقف الإرهاب، نحن راح نوقف الإرهاب. طيب السؤال كنت سألتك إياه أنا أخي مصطفى، بس دقيقة واحدة فيها. طب في عنا اتصال كمان، اتفضل اخي احمد، حظك سعيد اليوم والاتصالات كثيرة، تفضل اخي احمد تفضل. مساء عليك وعلى ابو الصوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طبعا هو الفكرة حتى تبع الاله الله، وكانوا سابقا في بحوث العلماء اسرائيل يبحثوا عن انه كان ما وجدوا اي شيء يثبت انه في كان مثلا ملك سليمان او استكشاف فرعون موسى، لكن لحد الان بيكذب المسلمين يكذب المؤمنين انه يحاولوا يخلقوا حاليا، يعني علمائهم ومثقفيهم بيقولوا انه العامة لم يعرفوا هذا الشيء، لكن المثقفين اكتشفوا انه كان اليهود سابقا يعبدون الآلهة عشتار والآلهة الأخرى، يهوذا كان مجرد إله حرب يستعمله، بعدين تطورت إلى أن صار الإله الواحد. حتى فكرة الإله الواحد لم تأتي من اختلاق إبراهيم أو موسى أو سليمان، الشخصيات اللي تعتبر تاريخيا شخصيات خيالية اختلقها اليهود أثناء سبي بابل. معك أخي أحمد تفضل. طبعا وبحب أحييك أخ جان، وأحب أحيي الأخ مصطفى على شجاعته وخروجه، وأحييك على البرنامج الرائع. تسلم حبيبي تسلم تسلم، شكرا لمداخلتك حبيبي. شكرا شكرا. طيب عندي سؤال مصطفى تفضل، شو بتقول للناس اللي يعني هل السؤال هذا انا بطرحه لكل الاصدقاء بصراحه، يعني نعم انه في اصدقاء عنا ملحدين نعم خجولين
بيستحوا انه يظهروا كملحدين. يعني اذا حط لك تعليق مثلا على منشور الحادي بيستحي انه يكشفوا مثلا خاله او عمه اللي عايش بامريكا ولا اللي عايش بكندا ولا عايش ما بعرف وين، انه يقول له انت ملحد. شو بتقول لهالناس؟ هي بتقول لهالناس بيخجل. انا بصراحه بنظري الشخصي، من يريد ان يصادقني ان يكون قريبي فليتقبلني اولا، واذا لم يتقبلني فليذهب للجحيم. هذا اهم تعليق. بالضبط. طيب مصطفى، يعني بصراحه اجابه كافيه وشافيه، وانا بتمنى كل الشباب يكونوا بعد بهالحماس هذا. بالضبط. معنا اتصال من دانيال، تفضل دانيال. مساء الخير صديقي جون وضيفك الرائع. مساء الخيرات حبيبي، تفضل. وعلى جميع السيدي المشاهدين والمستمعين، بداية أنا بحب أهني وأحيي الضيف على الشجاعة اللي بيملكها، وللأسف هذه الشجاعة غائبة عند البعض. وحكينا سابقا جون بهذا الموضوع، هنيك صديقي الجديد بدخولك بعالم العقل والمعرفة، وبهنيك على شجاعتك وجرأتك، وأنت من بلد الشجعان بشكل عام، فكمان مرة بحب أهنيك على الشجاعة الموجودة فيك بالظهور علنا. حبيت ساند الضيف قليلا ببعض الكلمات، وبما أنه صديق جديد لنا وطل جميل علينا، فحبيت أعطي بعض الآراء لعله يستفيد مننا ضيفك ويستفيد منه أيضا المستمع ونحن أيضا نستفيد منه. كلنا يعلم بأن ما ورد بالقرآن أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الكثير من الآيات حول موضوع الأسوة الحسنة، فأنا بدي أستعرض بشكل سريع هذه الأسوة الحسنة. هو أشرف خلق الله يفاخس طفلة عمر 6 سنوات وينكحها، هو أشرف خلق يشتهي زوجة ابنه ويطلقها منه ويلغي التبني لكي يتزوجها وينكحها، وأن تحكيته على النكاح ما بدي يشرحه. هو أشرف الخلق يراجع بحسب النصوص والتراث الإسلامية امرأة ميتة، هو أشرف الخلق يأمر بإرضاع الكبير، هو أشرف الخلق يقتل ابن أبي خلف بيديه، بيديه قتلوا للجرف للرجل. هو أشرف إلى شق أم قرفة قرفة وشقها إلى جملة إلى نصفين، وهذا الموضوع معروف عند الكل. هو أشرف خلق الله يقتل عصماء بنت مروان لأنها أنشرت بحق هذا الرجل المسمى محمد نبي المسلمين شعر، فرد عليها وقال لأصحابه لا أخذ لي من ابنة مروان إلا أخذ لي من ابنة مروان، فقام قتلوها وهي نائمة وعم ترضع صغيرة. نبذة عامة وسريعة، وإذا بدنا نحكي بالمقتطفات ما بننتهي الليلة ولا بكرة ولا بعد بكرة، عن سيرة أشرف خلق الله اللي هو نبي المسلمين محمد. فإذا خروج الضيف أو خروج الصديق الجديد من الدين سببه السيرة النبوية هو صحيح 100%، وأنا أشجعه وأشد على يده أكثر وأكثر وأكثر، والآن علي أنا كملحد ذو خبرة سابقة أعطي بعض النصائح حتى يكون متسلح أكثر في الخطورة ببعض المواضيع بتصير وبيصطاد فيها صديقي جون المؤمن، بيصطاد فيها، بيقول لك خرج من الدين خرج من الضوابط، لأنه نجحوا أنه يجعلوا الدين هو الضابط الذي يردعك أنك تعمل صح أو غلط. الإيمان لا يسيطر عليك، نجح أنه يعمل الدين أداة تسيطر عليك، بمعنى الجنة والنار، إذا قتلت بتفوت على النار، إذا عملت خير بتفوت على الجنة. لذلك نصيحتي للصديق الجديد وهو أخ لإلي أن يبدأ بالقراءة أكثر حول الإنسانية ومفاهيم الإنسانية كي يتحول إلى عمق أكبر وأبعاد أكبر. يملك من الثقافة الضيف ثقافة جدا رائعة، أنا معجب فيه عم تابع الحلقة من الثانية الأولى، وبرجع بهنيه على هالخطوة الرائعة والشجاعة. سوري حرجع أكرر القليل عن ملكه اليوم، والآن عم نرجع الناشد انه لازم نكون اشجع من هيك ونشاطنا اقوى من هيك وابعد من هيك واعظم من هيك. كمان مره قبل ما اختم بحيي الضيف على الشجاعه وبتشكرك زون صديقي وحبيبي على اظهار ضيف جديد، وبهذا العمر صراحه انا جدا فرحان، جدا جدا فرحان، انت عم تخرج جيل حاليا بكل معنى الكلمه من مرحله الضياع، هذا الجيل الصغير
يعني نحن بالنسبه للضيف نحن اصبحنا كبار بالعمر وقدماء يعني. فهذا الشيء اللي نحن عم نحاول نشتغل عليه لانه هو هذا الشيء اللي حيكون يقود المستقبل. نحن قريبا من فيلم هذا العالم بدايه وجودنا بهذا العالم، هن هذه الناس اللي هلا عم تظهر هي اللي حتقود المسيره عننا لاحقا. لذلك انا شو دانيال دانيال شو مخطير انت؟ يعني 45 سنة 35 سنة صديقي خلص قريبا من فيلم اللي بسمعك فكرك ماشي على العكازة يا زلمة. 35 سنة خلص شو 35 يعني؟ حبيبي جد أنا جدا سعيد بظهور الضيف بهذا العمر جدا جدا يعني بلش شغلنا يعطي ثماره وتبلش تبين هيدي الثمار. لذلك نصيحة فقط، نصيحة من أخ صغير لأخ أيضا صغير، القراءة بموضوع الإنسانية والضوابط الإنسانية والأخلاقية، وهو السلف اللي بيملكها لاحظت من خلال كلامه، إنما يتعمق أكثر، يطلع على النظريات العلمية بشكل قوي، حتى يكون هو كذلك حيكون بالمستقبل قائد من القوات بهيدي الحملة اللي عم تنعملها. بس كثير حبيبي جان، سعيد جدا فيكم اليوم وسعيد جدا بالضيف. سلامات سلامات دانيال. شكرا كثير لك دانيال. مصطفى شو رأيك بالحديث اللي تناوله دانيال؟ تفضل. طبعا كلام ممتاز، وبالإضافة إلى أنه طبعا أخجلوني الصراحة المتصلين اليوم أنه صار في شغلة مدح زيادة في الموضوع. هو الشباب يرحبوا فيك يعني، هو طبعا صراحة مو مديح يعني. نحن أنا بصراحة أفرح لما أشوف الجيل هذا الجيل الجديد يعني. انا بالنسبه لي انا الحدث كان عمري 14 سنه، ولا كان في انترنت ولا كان في شيء من هالاشياء هي وسائل الاتصال لسهوله المعلومه، ولكن نتيجه حتميه لموضوع الثوره المعلوماتيه هي انه الجيل الجديد يبين طبعا يعني يتفتح يطلع جيل فهمان بالضبط. انا كثير سعيد انه النتائج عم تظهر، هي السعاده، وهي الاصدقاء انه عم يعبروا عن سعادتهم بالفعل، النتائج بدات تظهر يعني. ف طبعا بكره عندنا حلقه بنفس التوقيت مع شاب لبناني كمان بنفس العمر تقريبا يعني، ف اهلا وسهلا والمستقبل لنا يعني. فغير مسألة المديح قلنا شيء ثاني. لا أملك تعقيب على الكلام. تمام. طب عندي سؤال أخير لك مصطفى. على كل حال أنا في عندي سؤال هيك طارئ من عندي جبته. طبعا. بيقولوا لك يعني هل المليار ونص مسلم على خطأ؟ وانت الصح يعني في مليار ونص مسلم معتنقين الدين الاسلامي يعبدون محمد، طبعا بشكل غير مباشر يعبدون محمد على خطا، وانت على الصح، وانتوا هالحفنه هي الحفنه الملحده انتوا صح. شو ما هي هي هذا الكلام هو كلام فارغ طبعا، لانه مثل ما قلنا بنحتاج شيء اسمه منطق، وهي بحد ذاتها مغالطه منطقيه، هي مغالطه التوصل للسلطه. انا يعني ما بدي اقارن حالي بمليار حيوان مثلا، مع احترامي يعني. هو مصطفى للاسف يعني المشكله ان البحكي هالحكي هذا هالمليار و600 مليون واتيفر يعني، اذا تيجي تقسمهم بالنسبه له كلهم كفار بالضبط يعني، ما في مذاهب وفي اشكال الوان بالدين الاسلام، بالاضافه انه المعترقين الديانه المسيحيه اكثر، اذا المسيحيه هي الدين الحق بحسب منطقهم. بالضبط يعني شيء غير منطقي. طيب برأيك شو كيف بتشوف مستقبل الملحدين مع هالموجة من الانترنت كنظرة شخصية بالنسبة لي طبعا أشوف هناك أعداد ازدياد أكثر وأكثر وأكثر، لكن بنظري ما زلنا في بداية الحرب بنظري. هي هذا بالنسبة لي ما نقوم به نحن الآن هو بداية النهاية للإسلام. أهنا. مثل ما بدأت بداية النهاية للمسيحية في العصر النهضة. الأمر نفسه يعاد على الإسلام. يعني التاريخ يعيد نفسه مثل ما بقوله. بالضبط. 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 وبصراحة أنا أظن يعني راح
بتكون وتيرة التاريخ أسرع هالمرة بكثير يعني. طبعا لأنه توجد طرق أسرع لنقل المعلومات والعلم بتطور أكثر وأكثر وأكثر. بالضبط. طيب أخي مصطفى، كلمة أخيرة بتقولها للأخوة الملحدين والمؤمنين على حد سواء. كلمتي هي أنه في نقطتين بدي أركز عليهم. هي أولا للمؤمنين، أنه ظل مؤمن، لا أرد منك شيء، لكن على الأقل تقبل فكرة الآخر واحترم فكرة الآخر. أما الشخص الملحد أو اللاديني بشكل عام، هناك بعض وهم فئة قليلة من الملحدين أو اللادينيين بشكل عام، بعد أن يخرجوا من شرك الدين يقعون في شرك العنصرية والقومية، وهذا مع الأسف كالخروج من الغباء إلى غباء آخر. نحن نريد أن نخرج من الأدلجة، نحن نريد أن نصبح إنسانيين محترمين، نحترم الفكر الآخر. فالقومية لا تختلف عن شيء بالدين، فكلاهما وجهين لعملة واحدة. بالضبط. وانت يعني عبرت تعبير رقيق وتعبير جميل، انه من غباء الى غباء اخر، هو بالحقيقة طلع من مزبلة الى مزبلة تانية. بالضبط، يعني نحاول نختار كلمتنا بلواقع شوية. لا بصراحة يعني التجمعات الطائفية، العنصرية القومية او لون او على whatever is، يعني اللي تقسم الناس الى فلان وعلان وعلتان، هاي مزابل يعني. اللي بيفكر فيها بكون بعقله مزبل غير هيك. بالضبط يعني، بالضبط يعني العقلية العنصرية القومية. يعني كانت هناك نكتة كنت أعلق فيها كثيرا على مواقع الدمار، هؤلاء أن أشد الملحدين عذابا في يوم القيامة هو الملحد القومي. بصراحة في كثير منهم يعني للأسف الشديد. نعم مع الأسف. ملحدين يعني مناصرين للديكتاتوريات والخزعبلات وهل. بالضبط، يعني الآراء السياسية يختلف فيها حتى الأب وابنه، وليس فقط الملحدين. الشيء الذي أراه جميل وإيجابي في الملحدين أن كل شخص هو مدرسة فكرية بحد ذاته، يعني هو لسنا قطيعا. لا أكيد 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 يعني. بس اليوم إذا 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 ملحد، الملحد شو هو الملحد؟ الملحد يؤمن بالعلم. بالضبط. الملحد يعرف تاريخ أنه نحن بشر نتيجة التطور، سعرنا بسعر أي حيوانات موجودة حالياً. بالضبط. لا نفرق عنها شيء، بس فقط أنه اللي ساعدنا بالتطور هو دماغنا وحركة الطبيعة. فلما يساند الدكتاتور ويعرف هالدكتاتور هذا مجرم سفاح، فأظن يعني لا يستحق الاحترام بكل معنى. يا صديقي، هذه نوع آخر من أنواع الأدلجة، وهي الأدلجة السياسية مثلها كالأدلجة القومية بالضبط. والأدلجة الدينية. بالضبط بالضبط. هذا فكرتي اللي كنت أوصلها، يعني إنه الملحد لازم يكون إنساني. بالضبط. لازم يكون حمامة سلام بكل صراحة. سلام قلمه بيكفي. لما يشوف إنسان عم بنظلم قدامه لا يتكلم، فبطز فيه في إلحاده. يعني شو الإلحاد؟ ليس إنكار لوجود إله، أو لا يعني يقولون إنه الإلحاد هو إنكار لوجود الإله، هذا غباء أصلاً. يعني الإلحاد هو إنسانية. أنا عرفت قيمتي كإنسان، أنا اليوم إنسان، كلاتنا بشر، طلعنا من شرق أفريقيا، من القرن الأفريقي هلا بسموه أثيوبيا، هلا طلعنا ب10,000 إنسان وتوزعنا في هالكوكب هذا، وكلياتنا من أصل واحد. بالضبط. يا جماعة فيقوا، نحن بشر، نحن بنستحق نعيش عيشة سليمة، عيشة بسلام بأمان، وعيشة محترمة وكريمة للكل. ما في بالضبط. واحد كلياتنا سواسية قدام القانون، قدام بعضنا، قدام حياتنا يعني. بالضبط. ففي عندك أي تعقيب آخر؟ لا. تمام. أنا بشكرك كثير أخي مصطفى، وبشكر أصدقائنا المتابعين،
وبتمنى تتابعونا بكره. كمان في عندي حلقه مع اخ لبناني حسني، كمان شاب لبناني لا ادري هو، ولكن يعني في بعض التحفظات بالنسبه لي بشاب كلمه لا ادري الموحد والمسائل هي بالضبط اظن. الى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا كثير لك اخي مصطفى. شكرا، الى اللقاء، شكرا لك التوفيق. سلامات، مع السلامه. مع السلامه.